السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، أو صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، في هذا العالم الفسيح المترامي الأطراف. أمامكم قمر شهر شعبان، أو بالأصح ليلة المنتصف من شهر شعبان، الرابع عشر من شهر شعبان، ليلة الخامس عشر من شهر شعبان حسب التقويم، أو حسب تقويم أم القرى لعام 1443 للهجرة. وهذه الصورة للقمر تجعلني أؤكد بأن ما ورد في التقويم هو الصحيح، وليس كما يقول البعض بأن الرؤية لم تكن واضحة ليلة دخول شهر شعبان. وفي هذه الليلة لم يرد حديث ثابت أو صحيح سوى حديث واحد صححه الألباني بمجموع طرقه، يعني أن الأحاديث التي وردت كلها ضعيفة، لكن بمجموع طرقه صحح حديثا، صحح الشيخ الألباني الحديث أو حديث أبي موسى الأشعري. والحديث الذي صححه الشيخ الألباني هو حديث أبو موسى الأشعري، أن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وهذا قال عنه أو صححه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع طرقه، فلقد ورد بمجموع طرق مختلفة لكنها كلها ضعيفة. وعلى كل حال، ففي هذه الليلة لم تخص بدعاء معين ولا بصيام ولا بقيام، ولكن يعني فيها ذكرى طيبة لمن أقام، لمن أراد أن يقومها أو أراد أن يدعو فيها، فلقد ثبت ذلك عن بعض السلف الصالح. أما من يقول ببدعية هذه الليلة فهو يرى بأن جميع الأحاديث التي وردت في هذه الليلة كانت كلها ضعيفة. وعلى كل حال، فأنا سجلت هذه الليلة هذا الفيديو لأبين لكم أن دخول شهر شعبان كان صحيحا إن شاء الله بإذن الله تعالى، وأنا أرى أن القمر هذه الليلة مكتملا أو شبه مكتمل، يدل على أن الليلة هي ليلة المنتصف من شعبان أو ليلة النصف من شعبان إن شاء الله تعالى، وأن دخول شهر شعبان كان صحيحا، وأن دخول رمضان إن شاء الله سوف يكون يوم السبت بإذن الله تعالى، لأن الرابع من شهر رجب يوافق الأول من شهر رمضان بإذن الله تعالى ومشيئته. على كل حال، أنا سجلت هذا الفيديو في هذا الجو البديع، أنا في منطقة الآن بعد منتصف الليل، منطقة ريفية بعد منتصف الليل، أصور القمر بهذه الصورة الجميلة، فنحن لا نشاهده إلا في القرى والأرياف. أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم شهر رمضان المبارك على خير، أو أن يبلغنا شهر الخير على خير، وأن يجمعنا دائما على خير، وكل عام أنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله عز وجل أن نجتمع في رمضان مع كل مفيد ومتابعة شروق
شمس العشر الأواخر بإذن الله تعالى. أخيرا، إن عجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة وتفعيل جرس التنبيه. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.